هجدر بالتأكيد في هذه المناسبة على الدور الهام لهيئة الدفاع كمساهم فعال في التنمية الاقتصادية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية من خلال مرافقة المؤسسات وتأطير أنشطتها من الناحية القانونية، ونشكر القائمين على هذه الندوة على إدراج هذا المحور الهام ضمن محاور التدخل والنقاش. من هذا المنظور فإنه من الضروري انخراط كل المحامين في تجسيد المبادئ والضمانات التي كرسها الدستور ومختلف النصوص القانونية قصد تحقيق الأمن القانوني والقضائي، جذباً للاستثمار ولجعل الجزائر وجهة تنافسية حقيقية في هذا المجال.